ياكل قبابين يا ابو الريب رفاق ابو ترك ياكل قبابين صح؟ قبابين وش؟ تاكلون الجعري؟ الجعري خنوره جعري؟ خنوره صادق لا لا جعري لا لا ناكل قرود والله الذي لا اله الا انه يفضلون على التيس على الخرفة خنوره اقسم بالله العظيم وشو؟ الجعري انهم يفضلون على التيس على الخرفة من يفضلون؟ من ياكلون؟ من هو اللي يفضله؟ مجموعة من الناس قبيلة والله العظيم انه قبيلة ما والله انه داج جنده ايوه والله الجنوبية الجعر 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 مو هو الجعري ذا اللي هنا الجعر جعري لا تسل اللي على جعيره اللي نسميه الحين عندنا نسميه جعيره اللي ياكل حرمات يسمونه السبع اسمه اللي ياكل الحرمات اللي هو السبع وش ياكل يتغدى عليه على الحرمات الضبع 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 انت تقصد طال عمرك اي شيء عليه ايش ياكل ايش ياكل عليه لا تلاقي ايش ياكل علمني ايش ياكل كلها بعيدا عن الشطيش بعيدا عن ما ياكل لا ما ياكل في المراكش ان شاء الله فطيش فطيش الحيوان اللي ميت ميت ياكل مراكش فطيش اي جيب لكن تدري انه حلال انا احسب انه جعري الكلب جعري الكلب لا لا جعري الكلب ما ادري احنا نسميه جعري كلب ولا الضبع يسمونها جعري الضبع حلالها لكن ما كلب جعري هو كلب او الجعير او الجعر نسميه جعيره جعيره الجعيره هذه طبعا في ناس ياكلونها لغرض العلاج من بعض الامراض وش هي والله العظيم يا عمي مرقتها سوداء اسمع والله العظيم انهم ياكلونها انا ما ماني متاكد يا الضب جعيره الذي يا الضب يا الضبع ايش ما كلها الرسول يا الضب يا الضبع الرسول عليه الصلاه والسلام ما كلها لكن حللها ما لا شوف الضب طبعا اللي نعرف الضب ما كلها الرسول الرسول اجل الضب طيب اقول لكم حاجه الضبع حط الضبع عليك اصل يا عيال اقول لكم قاعده شرعيه لو طبخته خلاص اقول لكم قاعده شرعيه مزبوط اصلا حط عليه بهارات اقول لكم قاعده شرعيه الاصل في كل شيء طبعا انا انقلها على المشايخ الاصل في كل شيء في الدنيا الاباحه الا ما نزل دليل تحريمه فهمتوا؟ فعطني عطني الشبع اللي هو الضبع ذا ما فيه اي دليل الضب 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 ما في اي دليل على تحريمه لكن الرسول ما كله بس انه حلوا لاصحابه يا سلام عليك حلوا لاصحابه الرسول وهو ما كله بعض الناس يقول لك لا نبي نقتدي بالرسول عليه الصلاه والسلام ممتاز جميل احنا اكيد انه ايش قدوتنا ما ادري قدوتنا لكن الاصل هذه قاعده شرعيه ثابته الاصل في كل شيء في الدنيا الاباحه انه مباح هذا الاصل الا ما نزل دليل من القران او السنه بتحريمه هنا يصبح محرم ما دام ان احيانا يقول لك يا اخي يعني الزرافه انا ابغى اتشعب في هذا الموضوع لانه عند الضروره ربع اللي المحرمات المحظورات ربع اللي الناس اخطوا فيها واجد ترى واجد يقول عند ضروره تحل المحرمات ما هي المحرمات المحظورات في واجد يقول لا تحل المحرمات هذا غلط في ربع اللي راحوا لجنوب افريقيا محميه هناك واحد العجمي 25 كيلو 25 كيلو شيء بنروح له كلنا يا ابو بلاش الله ما عليك مصروفك كل شيء عليك كل شيء علينا كل شيء عليهم روح هناك عمرك كل واحد له كل واحد له ثلاث اربع خمس ست غزلان يصيدها ويعطيك ويعطونك طال عمرك كذا يوم مفتوح تروح تصيد زرافه 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 تنتفه طال عمرك توكل توكل والله زرافه اوف الحمد طيب التحلل ايوه داخل قحطون ذبح لاخويا زلمه من عند رقبتها ولا من عند زلمه ما ادري تمو يذبحونها بهذه ثم يجهلون ما ادري والله ما ادري هو قحطاني ما ادري غامضي والله ما ادري ايش قبيلته اليوم جو اخوياه جنوب افريقيا ذبح لهم زرافه زرافه تعتبر في جنوب افريقيا الزرافه تعتبر عندهم زي القرود عرفت من هي مما هي غاليه شيء في كرتون يا ولد ابغى هف حتى اني ناوي باذن الله اذا الله يسر الاوراق يسهل بعدين توفقت بفتح لي مطعم برجر هنا برجر غزلان غزلان وين والله غزال اي بتعب بس فيها شوف الفلوس من وين يا عمي من الغزال اغلى من الجعود عجمي ترى ها ممكن انك تعرف عجمي من هو ادري ايش قال هذا عجمي فلان عجمي ترى له عنده محميه في جنوب افريقيا اللي 25 كيلو 25 كيلو سفاري اف ام او شيء زي كذا هي 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 عرفتها سعود الله الله سعود ها انا اللي ماسك اللي ماسك المحميه كامله كدعايه واعلان واستقطاب وله له هي له من اهل الكويت والله ما ادري يا ابن الحلال لا من اهل السعوديه سعود عرف 24 ساعه في لندن
ناس كاجات قبل شهرين رايحين لندن. احنا ترى كلنا كذا يا حبتين كلنا روح لا يوقف كلنا يا ابو يا اخوي تدري في حيوانات اني والله اعرفهم انا ما يتعدون الواجي سراب انا شفت كيمو مليج وصفر وفيت كيمو ما يتعدون اليوم ترى يوم مفتوح ملينا من الطحبه صح؟ بدي اتكلم مواضيع طيب بعطيك حيوانات على وجه الانقراض لكن لو اقول لك بتكذب الحمير على وجه الانقراض الحمير الحمير على وجه الانقراض كثرة تراب عندنا والله على وجه الانقراض ثاني شيء تدري من هو اللي هو وحيد وحيد القرن والله العظيم كثرة تراب لا لا بس هل الانقراض الان لا لا الحمار ما راح ينقرض لا بس دي لو انقرض الحمار ايش اشكاليه بالبيع لو انقرض الحمار ايش اشكاليه راح تكون بالبيع بعدين يعني ياكل الحنظل لكنه اغلب وقته صح ياكل الحنظل ما يشبع فيه في الضخ الحنظل ياكله اقول لك سؤال خطير سؤال يعني جميل جدا لا مو خطير بس انه حق ابو ايش حق ابو تشغيل تشغيل سؤال هذا انا احسبه هذا مثل حاتم يو ايش بنو اسمع يرحب اسمع ترى انا سويت سلطان لا هذا الحبيب جلس مع حاتم هادي اسمع ما ادري والله بس خليني اسمع هذا جلس مع حاتم الحبيب حاتم الحبيب من هو هذا وجلس مع حاتم نعم يوم يقول ايش دار صار مثله ولا راح مخي الحين اسال واسال ما ادري ايش لا هذول يقدروا يصلحوا البعض انت بي سعود المخيال الله ياخذك ام مخيال الا سعود المخيال لهم في الرياض عياله وكلهم اسمع هذا سليمان هذا مسلم شرم ما انت سؤالك عن الحيوانات اللي على وشك تنقرض انقرضت نجيب الى طاري الحيوانات. وش اسم ما هو اسم انثى الفيل؟ وشيخ ارفع صوتك. انثى الفيل. فيله. انثى الفيل فيله. فلفوله. لا لا لا. يا حبيبي فلفوله. فوله. اسم مطعم. ولا صدق؟ من نفس الاسم ولا اسم ثاني مختلف؟ انا اسالكم. دغل. طيب نفسه ولا اسم مختلف؟ دغل. لا دغل حق. دغل وليده صغير. لا 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 الفيل. دغفل. قل قل. دغفل. اسمه دغل. يا دغفل. زوجة الفيل. هفك ولا انجاز اسمه بالله ما تدري فيله خذ هذا يقول ما يدري بعد هو طيب اسالكم سؤال ثاني ما هو اسم ذكر الزرافه كيف ذكر الزرافه زراف زروفي كيف زراف انا اعرف اقوله زوزو زوزو يا قلبي ها تعرفها انت ولا بس زرافه ما 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 فيها ذكر يا اخوي زرافه زراف ولا انا زرافه تزاوج شلون زرافه اسمه زرافه كيف ما لها ذكر ذكر طيب أنثى وحيد القرن قرنة وحيدة القرن وحيدة القرن طيب موضوع مش جناس مش شعر حمار صعب حمار صعب 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 احنا نسميه صعب احنا نسميه صعب صغير صعب ما له حل ما له حل صعب يا صعب والله اسمه صعب تحت سمو خضير خضير ها عندليب جمع عندليب خضير عندليب اتحداكم جمع عندليب عندليبات لا لا يعني ما هي جمع عندليب جمع عندليب ذكر جمع عندليب جمع لا جمع عندليب طيب جانا سؤال في اللغه العربيه في المتوسط هو اعطيك حليته ولا اول واحد حليته طيب عطني عطني جمع حليب احلبه لا احلبه محطه في الثلاجه طيب غير حليب عطني جمعها حليبات على فعل فعو فعول فعال مفعول خالدي عندليب 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 وش يلا عندليب تكوات انا ابغى انا بقول كلمتين عندليب ما في روح جمع عندليب اليوم من ابو تركي انا بقول شيء ابغى طلال يردده ما انت برايح اليوم ولا هنا تم انا ادب اي والله اللغه العربيه انا ابغى ابغى اقول شيء ابغاك تردده بس دقيقه العندليب وش تكفى عنادب يا اخي عموما ما يعرف عنادب عنادب اي والله عنادب والله الا والله عنادب جمع عندليب والله وين راح اللام والله العظيم انها عنادب ممتاز انا ما كذبك لكن انا عندي اعتراض ضد هذه الكلمه لو كان سيبويها بنفسها امامي اعترضت امامه طيب اوكي ايش تبغى ابغاك تقول خعاخع خعاخع بسرعه خمس مرات ورا بعض خعاخع 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 خع ايش خعاخع خمس مرات زين اربع بالدور محسن انا اتحدى محسن لا لا خا دقيقه دقيقه بالدور ثم نمشي اثنى لا لا طلع صدق والله عطني ابغى خا مش خا خا يلا جاي خعاخ اكتب لي بقى خعاخ خ بعد ايش
خخاع 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 خعاخق لا خعاخق 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 جاي شرد عضلي في وجهه خعاخق قميص نفيسه نشف داخت من الزلت اقول داخت خله يا ولد نفذت من سوالف خلاص قامت يا ابو سعد تقول يا غير قميص نشيف نصر خلاص اكرم امك لا يبغى لها النار ذيك ايش عنده طير البر هذا خلص ايش عنده طير البر جديد ها ابو حور يبونك في الناضج ها وين بدي اروح هنا وين ما ادري طول احنا المغرب عشاء المغرب محمد ابو اروح عند عيال باكل قادر يحظ اللي تبي تتزوجها هنا اقعد اقول لك تريح شل اوجس لا يعني بسم بالله يا تطبخ طبخ اوه ما شاء الله